السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كتاب فكر العمران باب الأسواق. تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق الأهلية ونفاق الأسواق، إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة. كما قرر الإسلام الأسواق التي تباع الناس بها في الجاهلية. عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنى وذلمجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأسموا من التجارة فيها، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم. وسمى المتوكل هذه المدينة الجعفرية، وجعلت الأسواق في موضع معتزل، وجعل في كل مربعة وناحية سوقا، وبني المسجد الجامع وتكمل له السرور، وقال: الآن علمت أني ملكت، إني ملك، إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها. ومكان السوق على أطراف المدينة. تروي كتب السيرة أنه كان في المدينة المنورة سوق تسمى سوق بني قينقاع، في حي من أحياء اليهود، وكانوا يتعاملون بالربا والمقامرة والتدليس والغش والغرر والسحت والاحتقار، ويفرض على المتعاملين فيها الأتاوات. هذا كله لا يتفق مع القواعد والضوابط الإسلامية للمعاملة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشئ سوقا جديدا للمسلمين، فذهب إلى مكان قريب من سوق بني قينقاع، وضرب خيمة كبيرة لتكون رمزا وعلامة تجمع حولها المسلمون للبيع والشراء. فاغتاظ اليهود من ذلك، وقام كعب بن الأشراف، من الأشرف زعيم اليهود وعدو المسلمين، فهدم الخيمة وقطع أطنابها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يجعل هذا التصرف قيمة. دي من الحكمة، ما بقاش بقى لا لازم نعمل حرب ونعمل حرب. فمحدش يقول الإسلام دين عنف، الراجل عمل حاجة شنيعة اهيت، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما استغلاش فرصة وراح يحاربهم. إمتى حاربهم؟ لما عملوا خيانة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يجعل هذا التصرف قيمة، ولم يتفق هذا السلوك الاستفزازي. وهذه المحاولة اليائسة من قبل عناصر اليهود المتعصبة، والرد عليها عمليا. فقال متحدثا عن كعب بن أشرف وفعلته: والله لأضربن له سوقا أغرز له من هذه، وفي رواية أخرى: لأنقلها إلى موضع وأغرز له من هذه. واختار مكانا فسيحا بأطراف المدينة بعيدا عن المحال السكنية، وذلك باقتراح من أحد الصحابة، الذي قال للنبي: إني نظرت موضعا للسوق، أفلا تنظرون إليه؟ قال: بلى. فقام معه، فلما رآه أعجبه وركض برجليه عليه السلام، وقال: نعم سوقكم هذه، فلا ينقصن ولا يضربن عليكم بخراج ضرائب. وفي رواية: هذه سوقكم، لا تتحجروا ولا يضرب عليكم الخراج. يقصد بذلك: ولابد أن تكون السوق واسعة، ولا يضيق التجار بعضهم على بعض في الأماكن، كما لا يجوز لولي الأمر أن يفرض على المتعاملين فيها إتاوات أو رسوما أو ضرائب خلاف زكاة المال المقررة شرعا. وكان السوق مكانا مفتوحا، ولم يكن هناك مكانا مخصصا لكل بائع أو محل. يقول الخليفة عمر: الأسواق على سنة المساجد، من سبق إلى مقعده فهو له حتى يقوم إلى بيته أو يفرغ من بيعه. يعني السوق اللي يسبق زي المسجد، أنت بتيجي بتقعد في أقرب مكان، الصف الأول الثمن تقعد في الصف الثاني والصف الثالث. حتى عهد سيدنا معاوية الذي قنن تأجير أماكن السوق، بقى كل مكان بتأجر وتدفع للدولة فلوس مقابل إن أنت تبقى المكان ده محجوز ليك أنت.